مثل العادة جولة على المحطات الثقافية والفنية، ورح نبدأها من البترون تحت عنوان فينيكس كارنفال. بتودع البترون شهر أيلول مع دعوة للمشاركة بنهار بيبدأ بمحطات فنية وباراد بالسوق مع محطات استعراضية، وبينتهي بسانسات ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر، والموعد السبت 30 أيلول. ثقافي ولا أول مرة بلبنان، فينيكس كارنفال 2017. أكثر من 200 رائس ورائصة مع أكبر مجسم ناري لطير الفينيق. السبت 30 أيلول الساعة 5 بعد الظهر. منتابع مع اخبارنا ومنضل بالباترون. لجنه مكتبه بلديه الباترون مع المصور الفريد موسى اللي رح بيكون ضيفنا اليوم ويعطينا اكثر تفاصيل عن الخبر، بيدعو الى زياره معرض وجوه باترونيه يلي رح بيضم 8000 صوره للمصور الراحل اميل بولس، كلها محفوظه بمركز فينيكس للدراسات اللبنانيه بجامعه روح القدس بالكاثوليك. الموعد الجمعه والسبت 22 و23 ايلول من الساعه 6 بعد الظهر لل 11 بالليل بساحه بيت المغترب اللبناني بالباترون، والدعوه إذا صور من معارض سابقة تم تنظيمها وهالسنة أيضا اليوم تحديدا دورة جديدة من هالمعرض. منتابع بيدعي مقهى مربوطة إلى حضور عرض للحكوات اللبناني جهاد درويش. جهاد درويش بلش عمله كصحافي بإذاعة مونتي كارلو، وأول عرض حكوات له قدمه عام 1983، واليوم موعدنا معه الليلة ابتداء من الساعة 7 بعد الظهر بمقهى مربوطة بالحمرة. أخذ شوية طين صار هيك يعجنهم بإيده وصار يرسم رسم منهم مرة، شاف منظرها حلو حطها على الأرض جنب نهر، بس خليه لشفونا مسكرين ما تقشعش، شفونا عيونها مسكرين. قد ما لقاها حلوة أخذ شعرة من شعرات، من هالشعرة عمل الرجال زلمة، كمان عيناه مسكرين حطوا بغالي. منتابع اخبارنا مع ليالي قريش فلسطيني اللي بترجع بموعد جديد مع مواهب شابه جديده، افتتحت فعاليات امبارح وبتستمر لغايه السبت المقبل بصيدا. انطلق المهرجان امبارح مع مواهب فلسطينيه قبل ما يرجع يطل الفنان اللبناني زياد سحاب اليوم، اما ختام المهرجان رح بيكون السبت المقبل مع الفنانه غاده شبير بامسيه بعنوان شرقيات رح بتصير بمدينه رفيق الحريري الرياضيه. من تنظيم بلدية بعبدة اليوم رح بيتم افتتاح الموسم الجديد للأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بتحية للفنان الراحل الكبير منصور الرحباني، وبدعوة من وزير الثقافة غطاس خوري برعاية السيدة الأولى نادية عون. الموعد الليلة إذن ابتداء من الساعة 8 المساء بسراي بعبدة. منشوف مشاهد من أعمال منصور الرحباني تحديدا صيف 840. منتابع بأخبارنا موعد جديد بتقدم خلاله الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية أمسية، هالمرة بقيادة المايسترو بركاف تاسلاكيان بكنيسة مار يوسف بمونو 28 أيلول الساعة 8:30 المساء. نعم، شوف المايسترو بركاف تاسلاكيان مع كورال الفيحاء يلي رح يعطينا موعد ب 28 شهر، وب 28 شهر امسيه ثانيه الهدف منها انسانه مع الفنان عمر كمال، بيغني خلالها اغاني اجنبيه وعربيه وبقدم ريبرتوار لفيروز عبد الوهاب وغيرهم من كبار الفنانين بقصر المؤتمرات بدبي. رايح الحفل رح بيعود لجمعيه التعاون، وموعد الامسيه ب 28 شهر الساعه 8:30 المساء.
بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كي ويمكن لا صاروا بعد منتابع مع أخبارنا بدعوة من جمعية أساس للثقافة والفنون ودار النمر وبالتعاون مع مسرح المدينة. رح يشهد هالمسرح على أسبوع فلسطيني ببيروت بحضور الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري. هالحدث رح بيتم خلاله عرض لأفلام ومسرحيات بالإضافة إلى أمسية بتكرم الراحل الكبير محمود درويش من خلال مختارات من قصايده بمشاركة الفنانة نضال الأشر وموعد الأمسية ب 29 أيلول بدار النمر. وبهالإطار رح نسمع الفنانة نضال الأشر. مهرجانات كيسين بتحتفل كل سنة بعيد مرتقلة شفيعة البلدة واللي بيصادف السنة ب 24 الشهر. وبهالإطار الجمعة اليوم موعد مع جوقة القديسة رفقة بقيادة الأخت مارانا سعد بساحة البلدة ابتداء من الساعة 9 المساء. من المواعيد الشبه ثابتة على مسرح مترو المدينة محطة طربية جديدة مع الفنان عبد الكريم الشعار بغني عودت عيني على رؤياك، الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض الصنباطي. وموعد هالأمسية 30 الشهر الساعة 10 المساء. ومن هالأجواء بنسمع سوما أم كلثوم. قبل ما نعرف أكثر عن أحوال طرقات ليوم الجمعة، المجانسين السياسي مع زميلنا يقظان التقي ابتداء من الساعة 8:30 عبر إذاعة الشرق بيستقبل الوزير والنائب السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون والسفير الدكتور رياض طبارة. وأيضا بالمجازين السياسي ترجمة الحكومة لموضوع التنمية اللامركزية بدءا من اجتماع السراي الحكومة بطرابلس ب 28 الجاري وحاجات منطقة الشمال التنموية مع النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، بالإضافة إلى إضاءة على معرض بيروت ديزاين فير بيال مع هلا مبارك. إذن 8:30 عبر إذاعة الشرق. هلا أحوال طرقات. المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط، ومعه رح نطلع أكثر على وضع الطرقات حاليا. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل، خلينا نبلش نشوف تباعا كل المحاور والمداخل ببيروت وداخل العاصمة. كمان نبلش من المدينة الرياضية المدخل الجنوبي، مثل ما مبين قدامنا عم تكون اليوم حركة كثيفة باتجاه الكولا، كمان عم تكمل حركة سير كثيفة حتى على جسر الكولا، عنا ضغط سير باتجاه صائب سلام وصولا للنفق بنزل على الوسط التجاري، كمان عنا حركة سير كثيفة. بالنسبة للبلفار الأشرفية عنا حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه شارل مالك وصولا لبرج الغزال، برج الغزال كمان عم تكون حركة ناشطة بتكمل معنا حركة سير كثيفة من برج المر باتجاه شارع الحمراء، عنا حركة سير ناشطة بشارع الحمراء. نعم. بالنسبة للأوتوستراد شارل حلو عنا حركة سير ناشطة باتجاه الصيفة، على الصيفة باتجاه الوسط كمان عم تكمل حركة سير ناشطة، اليوم ما عنا أي ضغط سير. بالنسبة للخط البحري من لبيان باتجاه البورش حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه عائل المريسي، عائل المريسي اليوم كثير منيح سير، ما عنا ضغط سير،
باتجاه الروشة، كذلك الأمر على الروشة عم تكون الحركة طبيعية. هذا بالنسبة للمدخل الجنوبي. بالنسبة للمدخل الشرقي، حركة سير ناشطة من السيد باتجاه قصاد رئيس إميل لحود وصولا للكارنتينا. عم نرجع نشهد حركة سير على آخر الجسر تقريبا على باتجاه كارنتينا، عم تكون الحركة كثيفة. في عنا من تقاطع الدخولية باتجاه بجول الفيات، حركة سير كثيفة مثل ما مبين بسبب الأشغال. في عنا أشغال بالمحلات، صح، مبينين الأشغال، عم تكون الحركة كثيفة جدا، يعني هذه واسطة للأوتوستراد الحركة. عنا باتجاه العدلية حركة سير كثيفة من جسر العدلية باتجاه الأشرفية، كذلك الأمر من العدلية باتجاه المتحف عم تكون الحركة كثيفة جدا. عندنا من البربير باتجاه المتحف كمان حركة سير كثيفة. أما الخط المعاكس من متحف بربير كورنيش المزرعة بتكون الحركة ناشطة، ما عندنا أي ضغط سير. نعم. بالنسبة للمدخل الشمالي، حركة سير كثيفة من الدبي باتجاه نهر أنت الياس، أنت الياس باتجاه نهر الموت، كمان عم تكون حركة سير كثيفة وصولا للكارنتينا. بسبب الشاحنات اليوم الصبح تأخروا لفاتوا على البور، هذه عملت مشكلة شوي على الأوتوستراد. بالنسبة لهذا كل شيء لحركة السير. أما الحوادث سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 10 حوادث نتج عنه 15 جريح. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلي بال 24 ساعة الماضية سجل 934 محضر سرعة. أكيد الاستفسار أكثر عن حال الطرقات، الاتصال على 17-20 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا. إحنا نتشكرك على وقتك المشغل جوزيف غاوي، نتمنى لك نهاية أسبوع حلوة. رح نتوقف هلأ مع فاصل ونرجع نتابع أخبار الصباح مع مجموعة من التقارير مع ضيوفنا وزميلتنا مريم الحاج. انطرونا.